السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولادي حبايبي طلاب تالتة ثانوي. إن شاء الله هنبدأ أول تقويم في الباب الثالث اللي هو التقويم الأول إن شاء الله. يلا كده في كتابنا بإذن الله. أول حاجة بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. يشتمل التفاعل المتزن على عمليتين. إحنا قلنا النظام المتزن على عمليتين عكس بعض، يعني رايح جاي وإيه ومتلازمتين، يبقى متعاكستين وإيه ومتلازمتين، يبقى الإجابة ب وجيم معا، الإجابة د. طيب يتفاعل محلول كلوريد الصوديوم مع محلول نيترات الفضة تفاعل لحظي وتفاعل تام طبعا، لأن احنا قلنا هيتكون راسب وهي تفاعل سريع جدا. تفاعل الحمض الهيدروكلوريك مع المغنيسيوم تفاعل تاما، نظرا ليه؟ قلنا لخروج غاز الهيدروجين من وسط التفاعل أو من حيز التفاعل. ماشي. تحمر ورقة عباد الشمس الزرقاء بوضعها في محلول تفاعل الأسطرة بين حمض الخليك والكحول الإيثيلي، نظرا ليه؟ اولا لان تفاعل انعكاسي، تمام، يظل الحمض الاسيتيك في وسط التفاعل. طب تعال نشوف الكحول الايثيلي لا يؤثر، لا، لحدوث اتزان ديناميكي وتساوي معدلات تفاعلين طردي، والعكس صح. التفاعل عكسي ويظل الحمض الخليك في خط التفاعل. الاجابه ب هو ايه وجيم مع بعض. ماشي. طيب في اثناء التفاعل الكيميائي التام يوضح معدل التفاعل العلاقه بين، خلي بالك هو بيكلمك هنا عن التام، المعدل الرسم بتبقى كده اهي، المتفاعلات بتنزل لحد ما تقريبا تقترب من الصفر، والنواتج بتزيد لحد ما تبقى قيمة عظمى. يبقى يقل تركيز المواد المتفاعلة الى ان تستهلك تماما، يزداد تركيز المواد الناتجة من التفاعل. ب و ج صحيحتين. طيب سؤال بعد كده عندنا بيقول لي في اثناء التفاعل الكيميائي الانعكاسي يوضح الرسم البياني العلاقه بين التركيز والزمن اللي هو معدل التفاعل. هل يقل تركيز المواد المتفاعله الى ان تستهلك؟ لا، يزداد تركيز او زياده تركيز المواد الناتجه من التفاعل وقل تركيز المواد المتفاعله الى ان يصل الى حاله الاتزان، صح. يزداد تركيز كل من المواد الناتجه والمتفاعله، لا، لا يحدث تغير، لا، يبقى الاجابه ايه؟ باء. جميل جدا. من التفاعلات اللحظية تفاعل نقط، قلنا نترات الفضة وقشرة المغنيسيوم، يبقى الإجابة إيه؟ دال. طيب من التفاعلات البطيئة نسبيا الزيوت مع الصودا الإيه؟ الكاوية لتكوين الإيه؟ الصابون. ماشي. عند حدوث الاتزان الديناميكي يكون تركيز المتفاعلات والنواتج ثابت ومعدل التفاعلين متساوي، يبقى الإجابة ألف. احنا قلنا ثبوت التركيزات وتساوي المعدلات. الرسم البياني الذي يوضح العلاقة بين معدل التفاعل الكيميائي ومساحة السطح المعرض للتفاعل هو، قلنا العلاقة ما بين مساحة السطح وسرعة التفاعل علاقة طردية. طيب أي مما يلي يصف حالة اتزان كيميائي تساوي، هل لا تتكون نواتج؟ لا. تتساوى تركيزات النواتج والمتفاعلات؟ لا. احنا قلنا ثبوت تركيزات، يبقى تثبت تركيزات النواتج والمتفاعلات. الشكل البياني المعبر عن معدل التفاعل الكيميائي يمثل فيه على المحور الأفقي، يمثل فيه نقط على المحور الأفقي التركيز ونقط على المحور الرأسي، طبعا على المحور الأفقي الزمن، وعلى المحور الرأسي اللي هو الايه التركيز. يبقى هنقول هنا بيقول لك يمثل فيه على المحور الأفقي الزمن وعلى المحور الرأسي التركيز، يبقى الإجابة ايه؟ هو هنا عكس يا جماعة. بس الشكل البياني التالي يعبر عن التفاعل. اولا بيقول لك تركيز الاي بي ال، يبقى الاي دي متفاعلات، يبقى الاي دي اهي متفاعلات. ماشي اهي. طب البي والسي تركيزها بيزيد، يبقى دي نواتج. طب ركز معايا كده بالله عليك، بدايه المتفاعلات الاي كانت هنا، لو بصيت كده هتلاقي تركيزها اعلى من البي واقل من السي. ماشي. يبقى اول حاجه عندنا السي مش متفاعلات، السي مش متفاعلات، يبقى دي مدلق، يبقى يا ألف يا ب. ماشي. طب هل A زي البي زي السي؟ لا، يبقى الإجابة ب. ليه؟ لأن أنت لو بصيت هتلاقي اتنين A
اهو البي اقل يبقى بي واحده، 4 سي عدد مرات السي اكتر او تركيز السي اكتر. في التفاعل التالي طبعا في راسب كلوريدير في الدم، ماشي. اي الاشكال التاليه يعبر عن العلاقه بين تركيز مواد التفاعل سي والزمن؟ تركيز مواد التفاعل، التركيز الكلي والزمن. اولا ده تفاعل تام يبقى العلاقه باء على طول، ماشي. بيقول لك يوصف الاتزان الكيميائي بانه النظام الذي ايه تتساوى فيه تركيزات، لا يكون في معدل التفاعل الطردي يساوي معدل التفاعل الايه العكسي. الاجابه دي. سؤال رقم 16 بيقول لي سيادتك في التفاعل التالي، برضو تفاعل تام، اي من الاشكال التاليه يعبر عن العلاقه بين تركيز المتفاعلات. تركيز المتفاعلات يبقى دال، ليه؟ لان تركيز المتفاعلات بيقل بمرور الايه الزمن. طيب لحد ما بينتهي. عندما يصل تفاعل انعكاسي لحاله اتزان فانه ايه تثبت التراكيز جميعا ولا تتغير. احنا قلنا بقى خلاص ثبوت تركيزات وتساوي معدلات. يعتبر تفاعل محلول كربونات الصوديوم مع محلول كبريتات المغنيسيوم، ده بيكون راسب، من التفاعلات التامة اللحظية. ليه؟ لأن مجرد ما بحطهم بيتكون الراسب على طول. ادرس التفاعلات الآتية ثم أجب. عندي محلول نترات فضة مع كلوريد صوديوم، كحوليات مع أحماض كربوكسيل تكون الإستر والإيه؟ والماء. وضع شريط مغنيسيوم في حمض هيدروكلوريك وهيدروكسيد صوديوم مع حمض، ماشي. أي الخيارات التالية صحيحة؟ أولا بيقول لك التفاعل واحد والتفاعل اتنين تفاعلات تامة. واحد واتنين تامة، لأ الكحولات مش تامة. ب التفاعل اتنين تفاعل انعكاسي ويسير في اتجاه واحد، غلط. ازاي انعكاسه بيسير في اتجاه واحد؟ يبقى ألف غلط. ب غلط. التفاعل واحد وتفاعل تلاتة والتفاعل أربعة تفاعلات انعكاسية، أكيد لأ برضه، لأن نترات الفضة مع كلوريد الصوديوم مش إيه؟ مش انعكاسي. يبقى التفاعل اتنين تفاعل بطيء وكل من الناتج والمتفاعلات موجودة في حيز التفاعل فعلا، لأن تفاعل انعكاسي اللي هو الكحوليات مع الأحماض عشان يدي إستر وماي. أيا من هذه التفاعلات تؤدي إلى إنتاج غاز الهيدروجين بمعدل أبطأ. خلي بال سيادتك، معدل أبطأ. ألف مسحوق المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك تركيزه 2 مولاري، ولا شريط المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك تركيزه 2 مولاري. أولا الاتنين دول لو هنقارن ما بين ألف وبه بس يبقى به أبطأ عشان الشريط أبطأ من المسحوق. طب نخش على جيم. مسحوق ام جي مغنيسيوم مع حمض هيدروكلوريك 1 مولاري، لو ده وده وده يبقى ده أبطأ، ماشي. طب شريط مغنيسيوم مع حمض هيدروكلوريك 1 مولاري، يبقى الإجابة دال، عشان دال ده أولا مساحة سطح أقل تركيز أقل، مساحة سطح أقل تركيز إيه أقل، فده يبقى أبطأ واحد. لو عايز أسرع واحد يبقى مسحوق المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك 2 مولاري، ده لو عايز أسرع واحد. سؤال رقم 21، حلو يا شباب، كويس جدا. بيقول لك في الشكل البياني المقابل يعبر المحنى إكس عن حجم الغاز بتاع الهيدروجين المتصاعد من تفاعل 1 جرام من قطع الخرسين، تمام، مع وفرة من حمض قوي عند درجة حرارة 30 درجة، ويعبر المنحنى واي. خلي بالك اكس اهو فوق، 1 جرام من حمض الهيدروكلور من الخرسين قطعة مع وفرة من حمض قوي عند 30 درجة، ويعبر المنحنى واي. المنحنى واي لو ركزت فيه هتلاقي بص معدل اسرع بس كمية اقل. بس كمية ايه؟ ليه يا مستر؟ عشان الحجم اقل، هنا حجم الغاز اكتر، ماشي. طيب اولا معدل اسرع يبقى يا اما مسحوق اكتر يا اما تركيز اعلى وهكذا على حسب. طب 1 جرام من مسحوق الخرصين لا مش هتساوي نفس الكتلة، ليه؟ عشان نفس لو نفس الكتلة يطلع نفس الغاز بس هيبقى ابطأ، يبقى الف لا، ماشي. طيب 1 جرام برضو قلنا لا، ماشي. طب باء جيم، نص جرام ممكن من قطع الخرصين، لا لو من قطع الخرصين هتبقى نفس السرعة يبقى لا برضو. طب نص جرام من قطع الخرصين عند 20 لا، الله، امال ايه بقى يا مستر؟ هو نص جرام ماشي ونص جرام ماشي،
بس ايه الفرق بين الاتنين؟ هل قطع قطع؟ هو قال لك هنا 1 جرام من قطع الخرصين مع وفرة، يبقى القطع احنا ما عملناش حاجة. بس خلي بالك، بص على درجة الحرارة كده، ركز هتلاقي هنا كام درجة؟ 40. هو هنا كان بيقول لي كام؟ 30. طب مش احنا لما بنزود درجة الحرارة أي تفاعل في الدنيا سرعته بتزيد بزيادة درجة الحرارة؟ اه، لما قلت لكم واحنا بنقول قانون فعل الكتلة عند ثبوت درجة الحرارة لازم، اشمعنى؟ عشان لو درجة الحرارة اتغيرت كل حاجة بتتغير، صح؟ يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة جيم، اللي هي نص درجة، نص جرام عند 40 درجة، ده أسرع وهيدي حجم أقل لأن الكتلة أقل. ماشي، في تفاعل النقط MgCl2HCl MgCl2 زائد H2، هو هنا السؤال أصلا ناقص، السؤال مش كامل، اتنسى. الله يسامحك، اللي بيكتب المفروض كان يقول لك مطلوب ايه؟ قيام المغنيسيوم بدور عامل الأكسيد، زيادة تركيز المتفاعلات، تغير طبيعة المتفاعلات، زيادة مساحة سطح المغنيسيوم المعرض. وعايز يقول لك مثلا نزود مثلا ايه تركيز المتفاعل، سرعة التفاعل او كده. فالسؤال ده كده ناقص. ماشي، سؤال 23، اذا كان معدل تكوين غاز النشاطر بطريقة هابر بوش 2.5 × 10^4 مول لكل لتر. ماشي، فإن معدل استهلاك النيتروجين سوف يكون نقط. أولا لو أنت كتبت المعادلة بتاعت النيتروجين مع الهيدروجين، المفروض إن أنا بديها لك في المسألة أهو، هتديك 2NH3. جميل جدا، ركز كده معايا. بيقول لك معدل تكوين غاز النشادر هنا كم مول؟ 2. معدل استهلاك غاز النيتروجين، خلي بالك هنا 1 مول يستهلك يتكون مكانه 2، يبقى معدل التكوين ضعف معدل الاستهلاك. ماشي، فإن معدل استهلاك غاز النيتروجين هيبقى بالسالب، لأن احنا قلنا الاستهلاك بيساوي التكوين بس بشرط ايه؟ مخالفة. ماشي، هيبقى ايه؟ بالسالب، صح؟ ماشي، طيب هو هنا التكوين كان كام؟ 2.5 × 10^4، اه، يبقى التكوين الاستهلاك بتاع غاز النيتروجين هيبقى 1.25 × 10^4 بس بإشارة مخالفة، ما عنديش 1.25، هي المفروض أول واحد بي دي، بس هي مش 1، هي 2. عند ثبات كتلة الخرصين وحجم الحمض يكون معدل التفاعل بين نقط الخرصين مع حمض الهيدروكلوريك نقط أكبر ما يمكن. هو عايز بيقولك إيه؟ عايز معدل التفاعل أكبر ما يمكن، يبقى أكبر قلنا إيه؟ هندور على مساحة سطح أكبر، تركيز أعلى. طيب لما اقول لك عند ثبات الكتله، يعني الكتله في كل دول متساويه، يبقى هنفرق ما بين ايه؟ مساحه السطح، مساحه ولا قطعه، مسحوق ولا قطعه؟ مسحوق طبعا اسرع، لان هو هنا عايز معدل اكبر. يبقى القطعه لا، القطعه لا، يبقى يا الف يا ايه؟ يا باء. طب هو بيقول لي الفرق ما بين الف وباء، ده مخفف ده مركز، وكمان ده عند درجه حراره اعلى، يبقى الاجابه باء. تمام كده؟ تمام. من الشكل المقابل أي مما يأتي لا يؤثر في معدل التفاعل الحادث، لا يؤثر في معدل التفاعل إيه؟ الحادث. هل زيادة حجم الحمض؟ لا طبعا، زيادة حجم الحمض مش هتفرق لو تركيزه ماشي، زيادة حجم الحمض أه مش هتأثر، يبقى الإجابة ألف. طب هو بيقول لك خفض التركيز، لا خفض التركيز بيأثر في المعدل، سحق يأثر، رفع درجة الحرارة يأثر، يبقى هو بيقول لك لا يؤثر، خلي بالك، يبقى ألف. طب نخش على الأسئلة المقالية بعد كده، بتقول لنا إيه؟ ركز كده معايا بالله عليك، ضع حرف عين أمام التفاعلات الإنعكاسية وحرف ميم أمام التفاعلات التامة. أولًا إحنا قلنا قبل كده يا جماعة وإحنا بنشرح الحصة، قلنا تفاعل التعادل بين حمض قوي قاعدة قوية بيبقى تام، يبقى ده ميم ألف. 2، في راسب إي جي سي إل قبل ما أكمل التفاعل، في راسب لمحته بعين أهو، يبقى ميم تام. ماشي، طيب هنا في غاز طالع اهو، غاز يبقى تام، يبقى ميم. طيب الاخير ده في اناء مغلق، اي تفاعل في اناء مغلق بنقول عليه تفاعل انعكاسي، يبقى ده عين. تمام كده شباب؟ اه، ادرس الشكل المقابل والذي يعبر عن تفاعل صناعه غاز النشادر من عنصري الهيدروجين والنيتروجين، ثم اجب عما يلي. اولا معلش كلكم ضيفوا عندكم كلمه N2 هنا كده، دي اتمسحت في الطبعه. ماشي، ثم اجب عما يلي، اكتب ما تشير اليه الارقام بما يناسبها من المتفاعلات والنواتج. اولا 1 هيبقى N2 ولا H2 ولا NH3. اولا بصوا كده حبايبي، انت عندك هنا دي متفاعلات، دي متفاعلات، تمام، يبقى انت عندك المتفاعلات 2. طب ايه اللي تركيزه اعلى؟ ال H2، صح؟ اه، يبقى ده 1
ان تو هيبقى 3. ماشي، ان تو 3. طيب التركيز بيزيد بتاع الاتنين، يبقى ده ان شادر اللي هو رقم 2. ماشي. طيب بيقول لك ما الذي يعبر عنه الخط اكس؟ الخط اكس ده طالما بدأ يتساوى ده ويتساوى ده ويتساوى ده كده، يثبت قصدي مش يتساوى، الثبوت اهو، يبقى ده موضع الاتزان، يبقى الاكس هنا موضع الاتزان. ماشي. سين 3 بيقول لي سيادتك استغرق تفاعل 24% من 1000 جرام من المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك زمنا قدره 14 ثانية. تمام، ماشي. احسب معدل هذا التفاعل بوحدة مول لكل ثانية. أولا هتحول ال 24% من 1000 جرام لمولات، اقسمهم لي حبيبي كده على ال 24. ماشي، هيطلع 1 من 1000. 1 من ايه؟ من 1000. يبقى تقول له معدل التفاعل 1 من 1000 اهو، 1 من 1000 على كام؟ يلا على كام ثانية يا شباب؟ على 14 ثانية، وشوف بكام، وهكذا يطلع مول لكل ثانية، لان هو عايزه بالمول لكل ثانية. يبقى هنحول الجرامات دي لمولات، نقسم على كتلة المول، 24 من 1000 على 24 يطلع 1 من 1000، نقسمه بقى على الزمن، خلصت. أجري التجربتين على تفاعل كربونات الكالسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف. في التجربة الأولى أضيف 20 مللي من الحمض إلى وفرة من مسحوق كربونات الكالسيوم. في التجربة الثانية أضيف 20 مللي من الحمض إلى وفرة من قطع الكربونات. يبقى طبيعي ده أسرع. ماشي، ده أبطأ. ماشي. وأجريت التجربتين في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة. حدد من الشكل البياني رمز المنحنى الدال على معدل التفاعل الحادث في التجربتين. اولا احنا قلنا اسرع. طب بص الاكس والواي والزد. اولا الزد مش تبعنا، لان هما الاتنين نفس ال 20 مللي لايه؟ لنفس القطع. ماشي، طالما 20 مللي و 20 مللي يبقى نفس الحجم هيطلع، بس الفرق هيبقى معدل التفاعل او سرعته. طيب هنا التفاعل اهو، احنا خدنا السؤال ده يا جماعه في الحصه، شرحنا اهو ده كده. الواي وصل للنهايه بعد زمن كبير، لكن الاكس وصل للنهايه بعد زمن اقل، يبقى الاكس حبايبي اسرع من الواي. ماشي. طب ليه ما اخترناش زد؟ لان زد قلنا حجم اقل، يبقى مش تبعنا. يبقى في الحاله دي هنقول له الاسرع التجربه الاولى، اللي هو الاكس، يبقى التجربه الاولى اكس، تمام كده، والتجربه الثانيه واي. أشوفكم على خير حبايبي في الفيديو اللي جاي إن شاء الله، اللي هو التقويم التاني. سلام عليكم.